انك تبقي بطله في حياه اولادك ده وراه تضحيات ومسؤوليات ومجهود كبير جدا علشان تحصلي على اللقب ده. ومعانا النهارده ام كرست حياتها كلها لتمرينات اولادها. هي مش ام بس البطل واحد، لا، ام البطلين. وعلشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الحكايه تابعونا في حلقتنا النهارده من برنامج البطوله امهات. معانا بطلتنا النهارده، هتعرفينا بنفسك. رشا، مامي نورسين تامر في فريق الجمباز تحت 9. واحنا بنتكلم مع بعض قلت لنا ان نورسين كمان ليها اخ بيتدرب سباحه. قولي لي، اخترتي الرياضتين بناء على ايه، سواء الجمباز او السباحه؟ رياضه السباحه اخترتها لابني لان هي كولد يعني صحيه جدا، وهو يعني حبها لان هو فيها من 4 سنين وعنده 4 سنين، فاخترت له السباحه وهو حبها، ودلوقتي هو في فريق السباحه 2009. بالنسبه لنورسين اخترت لها لعبه الجمباز لان هي يعني اوريدي بتعمل جسم رياضي وقوام رياضي وبتبقى الصحه، وهي برضو عندها 3 سنين ونص كانت بتلعب جمباز فهي بتعشقه، ودخلت 4 بطولات، 2 منطقة و2 جمهورية، والحمد لله في أول بطولة كانت يعني لسه داخلة أخذت فضة، وبقيت البطولات الحمد لله ذهب. بما إن عندك طفلين والاتنين رياضيين وكل واحد منهم في فريق لكن في رياضة مختلفة، التجهيزات اللي بتجهزيها النورسين بتحتاج حاجات معينة ومتطلبات معينة عكس اللي محمد بيحتاجها تماما. عايزاك تعرفي السادة المشاهدين إيه هي الحاجات دي. طبعا محمد في السباحة تجهيز الشنطة بتاعته، طبعا البورنوس، البورد، الزعانف، والمايو بتاعه، وبينزل على التمرين، وساعات تمريننا بتبقى 5 الصبح طبعا فبوديه، بس في أيام الدراسة يعني الأيام بتاعت 5 الصبح قليلة فيها، بس في أيام اللي هي في يومين في الأسبوع بيبقى الساعة 6 ده ممكن أوديه في أيام الدراسة عشان في امتحانات. بالنسبة لنورسين الشنطة بتاعتها بقى بتبقى فيها المايو وأجهزة الجمباز بقى اللي هو الويتس، الخية، الريست، المانيزيا، ده أكيد لازم علشان هي أديها بتعرق فبتحتاج مانيزيا كتير. بس تمام كده، دي شنط الولاد يعني طبعا مع بعد التمرين ياكلوا فاكهه. بما اننا اتكلمنا عن الفاكهه اللي لازم ياكلوها بعد التمرين، احكي لنا بقى بتعملي ايه علشان توفري لهم غذاء صحي وسليم، ونورسين بالذات لازم يكون جسمها متناسق لان الجمباز على الميزان، فبتعملي ايه علشان تحافظي لها على الوزن ده، وعلى عكس تماما اخوها بيحتاج تغذيه شويه اكتر بكتير لان السباحه يعني على حد علمي انها بتحتاج تغذيه قويه جدا جدا جدا، بتعملي ايه؟ بالنسبه للغذاء الصحي لنوسين ومحمد، انا بعمل الاكل في البيت علشان دي اكتر حاجه صحيه، وبعمل لهم دايما بيبقى يعني اكل ما فيهوش زيوت، حتى نورسين تشوفي يعني جسمها لا يعني محافظة عليها. بالنسبة ان تبقى محتاجة برضو فاكهة وخضروات بالنسبة للسباحة والجمباز، لان هي الاولاد بتحرق جامد، فبالتالي لازم حاجة تعوض، بيبقى فاكهة وخضروات كده يعني بعد التمارين. وقبل التمرين بيبقى الغداء بتاعهم على قد اكلهم اللي هو انا عاملاه في البيت، بياكلوا على قد ان هم عايزين ياكلوا، ما بضغطش عليهم لا كلوا بزياده، لا سايبه كل واحد براحته، ولا بعد التمرين بياكلوا فاكهه وخضروات. انا اسمي نورسين تامر، بلعب جمباز وانا عندي 3 سنين في النادي الاهلي، بلعب جمباز من ساعة كنت عندي 3 سنين، وماما هي اللي كانت بتشجعني ان انا العبها. اول واحدة فضة
تاني واحدة ذهب، وبعد كده ذهب، وبعد كده فضة. نفسي أبقى مدربة وأعلم اللي أنا اتعلمته أعلمه للأطفال. برجع من المدرسة مامي تقعد تذاكر لي، وبعد كده ننزل جاي على التمرين، وبعد كده بتقعد معايا طول الوقت وما بتسيبنيش خالص. لعبة الجمباز هي لعبة المراحل السنية الصغيرة، لأن هي البداية بتكون من أعمار سنية صغيرة. فبنبدأ التدريب من 4 سنين، نبدأ الانتقاء والاختيار من سن 5 سنين، نبدأ نلعب بطولات في سن 6 سنين. فإحنا بنتعامل مع أصعب مرحلة سنية. المرحلة السنية دي لها خصائص وإمكانيات معينة لازم تراعيها أثناء التدريب، من حيث طريقة التعامل، السلوك، نوعية الكلام. التدريب الجمباز صعب، في ضغط كتير. الضغط الكتير ده ما ينفعش مع الولاد الصغيرين، فلازم تظبط الأمور ما بين إن الولد أو البنت يتدرب بمنتهى الجدية، وفي نفس الوقت يبقى فيه ترويح وترفيه والدنيا لذيذة وخفيفة ويحب الجمباز. بالنسبة للسن الصغير في البداية اللعبة بتحتاج إلى التزام وانضباط، واللي مطلوب من اللاعب حجمه كبير، وبالتالي بيبقى فترات التدريب طويلة نسبيا بالنسبة للسن الصغير. والولاد الصغيرين دول من الصعب تقييدهم لفترات طويلة، فعشان كده بيكون في مشكلة في الحكاية دي. بنعمل بقى توقفات أكتر من راحات، بنغير في التدريب، الحاجات الصعبة نجيبها في الأول قبل ما يزهق، ونخلي الحاجات اللي في الأخيرة دمها خفيف وظريف. ففي الآخر انت لازم تاخد من الولد الجزء الفني المطلوب، وفي نفس الوقت يحب اللعبة وما يتصابش ويستمر في اللعبة، لأن احنا لعبة مستمرة على طول، ما عندناش توقفات ولا عندنا راحة بالشهر والشهرين ولا أي حاجة. دي كل دي المعادلات لازم تراعيها أثناء التدريب. اللاعبين اللي بيتم اختيارهم كفريق أوتوماتيك على طول ليهم برامج، برنامج بدني وبرنامج مهاري، يبتدوا يشتغلوا عليه مدربين فاهمين كل مرحلة سنية تركيبتها ايه، امكانياتها ايه، برنامجها ايه. فالمدرب بيبتدي يطبق البرنامج اللي مناسب للمرحلة السنية دي، وكمان بيبتدي يشتغل على المهارات اللي مطلوبة لكل مرحلة سنية، لان الاتحاد المصري للجمباز بيبعت لنا كل مرحلة سنية مطلوب تلعب بجمل حركية شكلها ايه. فالمدرب بقى بيشتغل على جزء بدني عشان يعد اللاعبين للحركات دي، بجزء مهاري وحركي يساعد على تعليم المهارات، وبعدين يبتدي في النهاية يركب الجمل الحركية ويعمل تجارب للبطولة عشان يروح يلعب البطولة وهو مكتمل كل العناصر في التدريب. عندك بطلين في البيت في رياضتين مختلفتين تماما عن بعض، قوليلي بتتحكمي ازاي في وقت مذاكرتهم ووقت دروسهم ووقت امتحاناتهم مع تواجدهم اليومي في النادي؟ بالنسبة للمذاكرة يعني هما بيرجعوا من المدرسة، محمد طبعا لو تمرينه 5 الصبح بيخلصوا بيطلع على المدرسة، ولما بيرجع بينام شوية، ولأ اخته طبعا يوميا عندها تمرين فباخده معايا واذاكره هنا في الجمباز. ونورسين بالنسبة ليها لما بترجع من السكول بتاعها بخليها تذاكر، لأن بعد الجمباز بنخلص على 11 فما بتلحقش تذاكر، فأول ما بترجع من المدرسة بخليها تذاكر. بالنسبة لمحمد بقى طبعا الولاد طبعا لعبيين جدا ومحبوش المذاكرة، فبتك عليه من ناحية الرياضة، يعني لو ما عملتش الهومور بتاعك وذاكرت مش هنزلك التمرين، فتلاقيه لأ يعني ذاكر وعمل هومورك عشان ينزل التمرين، مش هنزلك معايا عند تمرين اختك كمان، يعني حتى خليك تقعد تذاكر في البيت، خلص حاجتك الاول، لا خلاص يا مامي انا هذاكر. فبيبقى التمرين نفسه بيبقى حافز للمذاكره. يعني بالنسبه لنورسين برضو يعني لعبه الجمباز هي بتعشقها، فبالتالي برضو بضغط عليها في اي حاجه في المذاكره، في حفظ اي حاجه، لو ما حفظتيش انا مش هديكي تمرينك بكره، ليها لا حفظي ما تقدرش تستغنى عن تمرينها. لو في بطوله لمحمد بتتزامن مع فنيت وبطوله للنورسين كمان في الجمباز في نفس التوقيت ده مع امتحانات برضو، الموقف بيكون صعب، بتحليه ازاي؟ انا من حظي الحلو طبعا ان محمد يعني دخل بطوله واحده تنشيطيه كده في مدينه نصر
ما كانتش ايام امتحاناته، كانت في الصيف، لسه ما دخلش البطوله الرسمي الجمهوريه، لسه في اخر شهر واحد وهنبقى ان شاء الله في اجازه. بالنسبه لنورسين لا، يعني كان في بطولات ايام دراستها، بس يعني بنذاكر برضو ونحضر البطوله، ما هو يعني تعبنا طول السنه مع برضو المذاكره، مش لازم اوظف بين الاثنين، يعني اوكي وراها امتحان تبقى مذاكره وتمام تنزل بطولتها وتبقى برضو راحه الامتحان وبرضو يعني مذاكره. بس هو برضو ما صادفش ان نورسين جي عندها بطوله وتاني يوم امتحان، لا بيبقى الامتحان مثلا ناقص عليه اسبوع 10 ايام كده. اكيد في البطولات اللي نورسين دخلت وشاركت فيها قابلتي مواقف صعبه، ايه اصعب موقف تفتكريه وتحكي لنا عنه؟ في حاجه حصلت قبل البطوله اللي هي اللي فاتت، جالها اصابه في كتفها، فبالتالي كانت انا كنت زعلانه عليها جدا وخايفه عليها، وكانت البطوله قربت وهي كانت زعلانه ان هي خايفه البطوله يعني تيجي وهي ما تقدرش تكمل مع صحابها وتحضر البطوله، فانا كنت بدعمها نفسيا وبقول لها يعني ما تقلقيش، ما كانش المره دي دخلت البطوله، اهم حاجه صحتك، في بطولات تانية جايه كتير هتحققي فيها. والحمد لله يعني ربنا شفاها قبل البطوله يعني، بس انا قعدتها 3 4 ايام في البيت وبقيت اعالجها، ادهن المراهم اللي الدكتور قال عليه دكتور مسعد وتلج وكده، وبقيت الحمد لله الاصابه يعني راحت بالراحه، يعني مش على طول، عقلت لها ايام بس الحمد لله قبل البطوله وحضرت الحمد لله البطوله وتمام. ده اصعب موقف طبعا، لاني برضو اول مره كانت تتصاب، كنت بسمع ان الجمباز فيه اصابات وكده، فلما جت في بنتي لا انا بصراحه يعني كنت ضعيفه جدا، لاني ما مش قادره استحمل وجعها، مش قادره استحمل ان هي زعلانه ان هي النهارده قاعده مش نازله التمرين، هي اتعودت ان كل يوم تنزل التمرين، فلما جالها الاصابه دي انا نفسي يعني اتضايقت وهي عليها، بس هي اتضايقت ان هي خايفه ما تحضرش التمرين ولا بطوله، والحمد لله ربنا يعني كريم يعني شفاها والحمد لله نزلت في البطوله وكانت تمام. نورسين لعبة جميلة، بتتمرن كويس، ممكن يبقى قدامها مستقبل كبير إذا استمرت في التدريب بشكل كويس، بتمنى لها التوفيق، وهي بتقدر تستحمل الضغط في التدريب إلى حد كبير، لكن المسألة عايزة طول استمرار، إذا استمرت كده ممكن تبقى لعبة كويس. هو لما بتبتدي في سن صغير، في السن الصغير بتاعنا، وبتحب لعبة الجمباز وبيكون إمكانياتها كلاعبة كويسة أو إمكانيات اللاعب مناسبة للجمباز، بيحصل فيه استمرارية، لأن أنت الصعوبة أن اللاعب يستمر من سن الخمس سنين ده لحد ما يوصل للدرجة الأولى 18 سنة. أنت عايز اللعيب اللي بتختاره وأنت عنده خمس سنين يمثلك في البطولة وهو عنده 18 سنة. أي بقى تعثرات بيبقى فيه توقف عن التدريب، فبتحاول بقى أن أنت كل العوامل دي مع أولياء الأمور والمساندة وأن لازم يكونوا موجودين، يحصل استمراريه في التدريب على طول لحد ما نتصاعد تدريجيا لحد مرحله الدرجه الاولى. رسالتي ليها وكل بناتنا اللي موجودين في الملعب الانتظام في التدريب، نسمع كلام مدرب عارف مصلحتنا، نركز في التدريب تركيز عالي، نبذل اقصى مجهود، نمثل نادينا باقوى روح واحسن اداء، هو ده هيبقى في الاخر النتيجه اللي هتعود عليك انت كلاعب بالفايده. العلاقات الاجتماعية لازم بتتأثر بسبب تواجدك اليومي في النادي، ومش بس في مكان واحد، لا في مكانين، سباحة وجمباز، بتلاقي وقت لأصحابك، بتلاقي وقت لأهلك، بتلاقي وقت لأسرتك إنك تقضيه معاهم في البيت، أعتقد إن البيت أصلاً بتروحوا زيارات. بالظبط، دي حقيقة، لأن أنا يعني والدتي يعني أنا لو أقولك ما بشوفهاش غير مرتين في الشهر حقيقي. وبالنسبه بقى للخروج والجو الاسري ده
ويبقى هو في اجازه يوم الجمعه. ممكن ان انا اخد الاولاد اغير لهم جو في اي مكان يعني، مع انهم برضو بيحبوا يجوا النادي حتى في اجازتهم. وبالنسبه للعلاقات بقى الاجتماعيه واصحابي يعني، يبقى يعني انا ساعات يعني بننزل الصبح انا واصحابي والولاد في المدرسه عشان اقدر اشوفهم يعني، ندخل جيم نقعد مع بعض نفطر، ما بنخش ساعتين وارجع تاني البيت عشان احضر نورسين لما هتيجي، ومحمد لو في تمارين واحضر الشنط بتاعتهم وانزل بقى تمارين. ده لو في فراغ الصبح ان انا انزل مع اصحابي بنزل معاهم واوكي، بس ده اللي بشوفهم فيه، اللي اقدر اشوف صحابي فيه هو وقت الصبح والولاد في المدرسه، غير كده ما ينفعش لان انا وقتي كله هنا في النادي. الرياضه اثرت تاثير ايجابي اكيد في حياه نورسين وفي حياه اخوها. عايزينك تعرفي السادة المشاهدين ايه التأثيرات الإيجابية اللي انت لاحظتيها عليهم بسبب الرياضة. التأثير الإيجابي على الرياضة على أولادي بالنسبة لنورسين ومحمد برضو، ادهم ثقة في النفس، الاعتماد على نفسهم، الاعتماد ان هم يذاكروا ويخلصوا اللي وراهم علشان في تمرين، ومديهم برضو قوة. الحمد لله جسم رياضي وعقل سليم، والعقل السليم في الجسم السليم. الامهات، لان احنا بنتعامل في البدايه مع اطفال سن 5 سنين و 6 سنين 7 سنين وهكذا، هم اللي عليهم العبء الاكبر. اللاعبين دول والبنات دول ما يقدروش لا يجوا لوحدهم ولا يروحوا لوحدهم، فالام بتوفر وقت كبير جدا جدا انها تقعد هنا. احنا عندنا تدريب 3 ساعات و4 ساعات، واحيانا قبل البطولات يوصل 5 ساعات، فدي عمليه شاقه جدا على الامهات، وهم بيبذلوا مجهود جبار لتنظيم حياتهم عشان يوفروا الوقت ده لولادهم وبناتهم. وطبعا ده احنا بنشكرهم عليه، لان من غير ما هي توفر الوقت ده الولد او البنت مش هينتظم في التدريب. الانتظام اللي انا عايزه ده هيجيلي من جهد ولي الامر غالبا بنسبه كبيره، كلهم الامهات هي اللي بتتحمل هذا الامر وهذا المجهود الكبير. فانا طبعا بشكرهم جدا وبقول لهم مقدرين جدا، لكن يعني مجهودكم مش بيضيع، بناتكم وولادكم بيفرحوكوا ولسه هيفرحوكوا، وتفرحوا بيهم وهم بيكبروا وتشوفوهم ابطال على المستوى المحلي ومستوى الدولي ان شاء الله. وجود رياضتين مختلفتين اكيد عندك ميزانيه كبيره بتستقطع في البيت للرياضات دي، قولي لي بتعملي ايه علشان تعدي من المعاناه دي؟ انا معاكي ان الرياضه اصلا مكلفه، بس انا بستقطع يعني جزء من الميزانيه ان انا يعني اصرفها على الرياضه، وفي الاخر بلاقي الحمد لله نتيجه في ولادي. بلاقي نورسين لما دخلت البطولات اخذت ميداليه فرحت بيها، بابا مبسوطه بيها قوي ان انا التعب والفلوس والمجهود اللي انا بذلته معاها وهي بذلته في الاخر طلع بنتيجه، فكله يهون يعني في سبيل ان انا اشوف فرحتهم. دايما بنختم حلقتنا برسالة أو نصيحة بتوجهها البطلة اللي معانا لكل الأمهات اللي ورا الشاشة عشان يكونوا بطلات زيها. إيه النصيحة والرسالة اللي توجهها لها؟ أنا بنشد كل أم ولادها في الرياضة إن هي تدعمهم وتكون أم قوية عشان هم يشوفوها قوية ويبقوا أقوياء زيها.
وما تكسلش على اي تمارين، وما تقولش التمارين هتاخد من وقت المذاكره، لا بالعكس، يعني التمارين حاجه والمذاكره حاجه، بالعكس الطفل لما بيدي في التمرين دماغه بتبقى شغاله وبيدي في المذاكره، اللي يقول عكس كده لا. ولازم تكون برضو حموله، ولو طفل لو يعني ابنها او بنتها عنده احباط من اي حاجه جوه الملعب، لا لازم تقويه، لازم تديله اراده، لازم تعرفه ان بالقوه والاراده هتوصل انك تكون بطل. انا احب اقول لها شكرا يا ماما. مدام رشا كنا سعداء بيكي جدا وشرفتينا. وانا اسعد وانا مبسوطه جدا ان كنت معاكم. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده مع بطله جديده من البطوله امهات. We'll be right back.